السلام عليكم ورحمة الله الإخوان طيبين، تحية طيبة لكم في اليوم الجميل اللي زارونا الناس ديال القنيطرة وشرفونا. شكرا أستاذ على هذه السيارة، وشكرا على الزيارة للأوتو ولد رحمه بهذه السيارة الجميلة العامرة كوير أوتوماتيك 2016 الإخوان، ضربة 139 ليك أستاذ 139 فعلا. كنشكروك بعدا الله يرضي. مرحبا أنت تستاهل سيدي مصطفى، لأن هذا المحل هذا تبارك الله يعني السمعة ديالو هي اللي خلتنا باش نجيو ليه. جزاك الله خير، لأن البيع والشراء الحمد لله صار غيبيع وشي فيما مشى، ولكن كتبقى المعامله التجاريه هي دابا اللي كنفتقدوا في مجموعه ديال المحلات. هذا المحل الحمد لله السمعه ديالو سابقه. الله يجزيك بصراحه جيت لي ديريكت ما خدمتش بلا صخرة، الحمد لله والحمد لله فعلا داك الشيء اللي كنا كنسمعوا كنا داك الشيء اللي هذه فقينا فعلا على المستوى الواقعي، على مستوى المعامله ديال الاخوان، على المستوى المعقول، على مستوى الوضوح، على جميع المستويات. الحمد لله داك الشيء اللي كنتمنى والحمد لله تكون كاع في المعامله التجاريه بيناتنا حنا المغاربه، بيناتنا حنا الخوت، ما يكونش الغش، ما يكونش الكذوب، تكون امور الحمد لله واضحه وتكون واحد الشفافيه. بحال المحل الله يجزيك بخير، الله يعطيك الخير، الله يكبرك. الحمد لله هذا الشيء كيفرحنا وكيشرفنا وكيشجعنا. الله يحفظك الله يحفظك، وكنشكرك انت على التفاعل ديالك معنا في الحدث اللي وقع علينا، الازمه ديال سرقه السياره وتم استرداد ديالها في اقل من 6 سوايع. الحمد لله كنشكروا جميع الاخوان، وشكرا مره اخرى على الزياره استاذ. وبالنسبه للسياره استاذ، لكن شي ملاحظات في الفيدون، شي حاجه تبدل؟ انت دابا كتبها تبارك الله شي 3 سنين دابا. لا الحمد لله لحد الان يعني شي حاجه، لان هذه السلامه ديال الانسان، راه كتبيع السلامه ديال الانسان، ماشي تبيع شي حاجه اللي يعني تخلي خوك المسلم يعني غادي يمشي على واحد الغش ابدا. قول ليها شنو كاين وضح يعني بوضوح. الحمد لله السياره على خير ما يرام، يعني تجربتي معها تبارك الله، وصراحه ما نكذبش عليك يعني ما سخيتش بها، ولكن بالضروره احكام عامره اوتوماتيك، دونك حتى الفيدونج الانسان ما يحتاجش. الحمد لله على الفيدونج، يلاه دابا شي شهر ونص ولا شهرين كاع ملي درت لها الفيدونج، الامور ديالها كلها الحمد لله مزيانه في الوقت. تبارك الله داك الشيء في الوقت، دونك العي سافر يمشي مرتاح يدوز كونجي ديالو يعني. الحمد لله نطلبوا الله السلامه للجميع ان شاء الله. امين الله يحفظك. شكرا، تفضل استاذ نوصلوك، وشكرا جزيلا من القلب على السياره، والله يحفظك على الكلمه الطيبه. بالصحة الإخوان، السيارة جميلة ونقية تبارك الله. كما قلنا حتى البنوات، أنت راه السيد عاد حتى البنوات راه أنت عاد ديرهم كودية راه أستاذ، عاد ديما سالف دير لها بنوات جداد. طوموبيل عامرة تبارك الله الإخوان، حتى الطابيات لتحت راهم جداد، هذوك واخا تمحكوا شوية عادي، لكن طوموبيل عامرة تبارك الله وما ضارباش بزاف. 139 لا كليم، سيتها سكتها، لا بواط فيتاس عندها غزالة ناضية، حيت راه تعرف البيجو لما كانتش ناضية ما تقربش ليها، هذه راه فوق ناضية المليح، راه السوق في البيجو في الاوتوماتيك. دونك لا باغيها مرحبا بك عند اوتو ولد رحيم، ولا عندك شي حاجة تبيعها الحبيب ديالي تانتا مرحبا بك، جي شرفنا في العتبة مرحبا، ونديرو معاك التجارة في 5 دقائق تبارك الرحمن. طوموبيل كلشي فيها خدام، ناضية مريقلة الطوموبيل، اللي بغاها مرحبا به، 150 ألف درهم مرحبا به، 15 مليون حيدوا لي شي بركه، بغا رو بريز مرحبا به. والسلام عليكم ورحمه الله. تفضل استاذ، تفضل السي ادريس وصلوا. تحياتي استاذ، وكنشكرك على الزياره من القلب وعلى هذه السياره الجميله، بصح اللي المليح فيها قليل الاخوان، فاللي بغاها مرحبا به، 150 ألف درهم. ولا عندك شي وحيدة تبيعها عامرة بحال هادي ونقية بحال هكا، زورنا مرحبا بك، شرفنا، مرحبا بالجميع الإخوان. وما يوسعناش الفيديو أنني نذكر لكم المعلومات ديال هاد السيارات، ولكن راه ذاكرهم في اليوتيوب. شكرا الإخوان، فكاع المعلومات راه كاينه في اليوتيوب، عافاك غير رجع وقيد حتى انت عاد تشري ودور وقيد، فهمتي، ودخل وسمع الفيديو كملو حتى الاخر، ما فيه باس، تستاهل كل خير، حنا هادشي دايرين على ودك انت، باش تاخذ المعلومات كامله، ما فهمتي، باش الفيديو ما يكونش طويل، وتحنا وقتنا محدود. وتحيه للجميع، وشكرا على البارطاج والدعم، قناه اوتو ولد رحيمو، مرحبا.